رجاله. ايه يا معلم؟ انتوا بتوع الفلوس. احنا اللي بنجيب. انتوا الغلابه اللي بيشيلوا 200-300 جنيه في جيبهم ويخشوا معبيين فلوس كده. وربنا. وجايبين كام النهارده؟ جايبين 6 شوله، كل شوال فيه مليون. مليون جنيه؟ مليون دولار. كل شوال فيه مليون دولار؟ يعني 6 شوله ده بالمصري يعملوا 600,000 جنيه. ايه ده؟ انا اسف بس في كلمه، هو انت خريج ايه؟ تجاره. فهمت. انت شكلك خريج نجاره. يا ابهوات انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش جبتوا الفلوس؟ اتكلوا على الله. روح اعمل لنا كوبايتين شاي خلينا نصطبح. يلا ماشي اروح، بس اتكلم باسلوب احسن من كده. يلا ادي التجار من هنا. بص يا عم انت، هو دخلت عليك وجيت من باب الوراني. ادخل يا عم ادخل. يلا اقعد اقعد يا الارض. يلا كله نزل السلاح، هاتوا صحابكم اهو يا عم. خلاص والمصعب، والمصعب ما تقتلني يا عم، والمصعب ما تقتلني يا عم. قلتلك يلا ما عمل. مش انا والمصعب، مش انا، مش انا جريت والله العظيم. والمصعب مش انا. انت يا ابني خايف مني؟ لا مش خايف يا عم والمصعب. انا اصلا ما ينفعش اصلا اموت، ما ينفعش اموت والمصعب دلوقتي يا ابني. والمصعب مش دلوقتي اموت يا ابني. انت يعني اصبر شويه. والمصعب ما ينفع. والمصعب انا مش يا ابني. انت بتاع الامن. والمصعب عادي والمصعب. والمصعب انا انسان عادي والمصعب. يا ابني انت بتاع الامن. انت بتاع الامن يعني انت الوحيد اللي تقف قدامي. لا والمصعب المفروض ما بقاش بتاع امن. والمصعب والمصعب لا. والمصعب مش انا. والمصعب انت خريج ايه؟ خريج جامعه القاهره عادي. والمصعب انت عندي مجنون. لا والمصعب ما تقتلني. والمصعب ما تقتلني. والمصعب لا. والمصعب لا. والمصعب لا. والمصعب لا. والمصعب لا. انت يا ابني خايف من مسدس؟ لا مش خايف من مسدس. امال خايف من ايه؟ خايف من شكلك انت والله. انت شكلك مرعب قوي والله يا أنا. عمو والله يا عمو والله. لا ايه يا عمو ده؟ ايه يا عمو ده؟ لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جن. ده جن. ده جن ده. انت عايز رقم سعيد. انا هقتلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاكل رجلك. لا 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 قول بعد الشر. قول بعد الشر. بعد الشر ايه؟ بعد الشر. لا قول بعد الشر. ايه ده؟ والمصعب لا. والمصعب هاكل ايدك. لا لا والمصعب لا. والمصعب لا. والمصعب ولا ايه ده؟ ايه الحرامي ده؟ ايه الحرامي ده؟ انت غريب قوي يا اقعد على جنب هنا. ما تمشيش. اسحب اسحب اسحب. والمصعب اسحب بسرعه. والمصعب اسحب. هاكل رجلك. لا لا بعد الشر. قول بعد الشر. قول بعد. خش. والمصعب اسحب. خش اسحب. والمصعب روح هناك. المصعب بس اسحب. روح هناك. المصعب اهو. المصعب اهو. خد خد تعال. ايه مش انت اللي جيت سالت على الدولارات والفلوس؟ ايوه انا كنت متنكر. طب وشغال حرامي ليه؟ شكلك ابن ناس والله. والله العظيم انا اتعذبت. انا حياتي كلها مأساويات. طب ايوه انا اعمل لك ايه بحياتك؟ انا احكي لك ليه بقيت حرامي. يا عم تحكي لي. انت جاي تسرق ولا جاي تحكي لي؟ يا عم انا عايز احكي لك. وانا مش عايز اسمع. وربنا لو ما حكيت لك لا تقلك. لا 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 سمعني سمعني. انا احكي لك. بابا بتعمل ايه يا كلب؟ انا عايز ابقى دانسر. ايه؟ عايز ابقى دانسر. دانسر؟ عايز تبقى عربيه يا كلب؟ يا بابا مش عربيه، عايز ابقى راقص. راقص؟ اتعلم ازاي تبقى حرامي زي انا وبقيت عيلتي يا حيوان. ازاي يعني؟ هنادي لك امك دلوقتي. تسرق منها 10 جنيه وتجيبها لي. طب ونسرق ليه؟ ما نقول لماما احنا عايزين فلوس هتديها لنا. بقول لك تبقى حرامي يعني تسرق. طيب ماشي انتهى. يا اعتمد اعتمد.
كنت فين يا تيميت؟ كنت بحلق دقني يا حاج. وحلقت دقني كلها وسايبة الحتة دي ليه يا تيميت؟ مشي حالك يا حاج. ماما ازيك يا بابا عاملة ايه؟ ليه؟ ما اعرفش هو كده. يوه بقول لك ايه؟ زولها وانا اسرق منها الفلوس. وحشاني يا اعتماد. وحشني يا حاج. البنطلون يا حمار. فين الفلوس؟ ايدك تقيله. انت مش هتتعلم تبقى حرامي غير بالضرب. ايوه. طب والله العظيم انت بتربوني غلط، انا هقتلكوا. لا بس ابو العيال يا تيميت. تعالي مكاني عشان انا تعبت. يا تيميت ابو العيال تعالي مكاني شويه بدرس. انا من غنيام اللي من يابا. برضو مش هموت. انت بقى هقتلك. تعالي سيب يا اعتماد. يا ابو استعمل اطفك. ايوه صح. ما تموتنيش. لازم تموتي. مش عايز اموت. انت ممكن تكوني امي. انا امك يا حبيبي. تعالي فوق فوق فوق. وهي دي حكايتي يا عم. كنت هتموتني انت. ايه ابوك وامك دولت ولا سرحان ونفيس؟ الاعتماد ما لازم تطلع شبه المعزه. ابوك عم اعتماد. ايه ده؟ ابعد عن انت. تعال انت هو هنا. هات الفلوس اللي في البنك. اه يا عم روح. والمصعب خلاص. والمصعب لا 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 والمصعب. حاضر حاضر. والمصعب كلاوي. والمصعب اغم كلاوي. والمصعب لا لا ايش امشي هنا. ايه المصعب ده؟ هات يا هات الشغل دي فيها ايه؟ فيها فلوس فيها دولار. خلاص والمصعب. هات هات شغل واحد. انا هديك. انا هديك والمصحف. اسكت. انا هديك. هقتلك. هديك والله. هتهديني ازاي؟ هغني لك والله اغنيه. والله هديك. تعرف تغني لي اغنيه اللي بحبها؟ اغنيه لايقه عليك قوي. تعرف تغني ايه؟ ده اغنيه لايقه عليك قوي. يا ما نفسي اعيش نس ناس موزو على قده كل اللي ناساني اسم موزو يتغدوا يتشقلب يضحك خلق الله يتشقلب يشقلب كله معاه نس ناس جواك وجوايا نس ناس لغوزه لغابة نس ناس جواك وجوايا نس ناس لغوزه لغابة نس ناس جواك وجوايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا تشتغلوني يلا يلا مركز يا خلاص. هات يا واد الشغل شوال واحد من الحاجات دي. ما بيهداش والمصعب ما بيهدى. انت بتقول له نسناس هيتنرف ظبطه. ما هو نسناس ده ما شكله نسناس. انت يلا خلاص قول مصعب امشي. هات شوال واحد مش الشغله دي. امشي قول مصعب. حاضر اوديه فين حضرتك؟ وديه على المستشفى بتاعي بره. حاضر ماشي ماشي. تعال خابي يا واد. انت عامل الغاغه دي كلها عشان شوال واحد؟ يا عم انا حرامي قنوع ما بحبش الطمع. وبعدين هو شوال شويه. ما هو في مليون دولار. ايه مليون دولار؟ مليون زرار. احنا محل رفه هنا. انت كداب. ده بنك يعني في مليون دولار. سلام انا هبقى اغنى واحد. خلاص امشي يا عم خلاص امشي. ايه ده؟ اسكت. قوم يا بيه. قوم يا اخويا. رحنا ب 60,000 ده يا بزببك يا زغلول. بس يا اثبت يا انت هو يا انت كنت فرخه في الارض. اه ادي يا انا شبح يا دي انت هو يا انا ايه يا انا قليل يا انت شبح ده انا مولعه يا مولعه. ايه ده انت كنت كلب. لا مش انا مش انا.